السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في يوم مطير وفيه طين، وقف ابن عباس في المسلمين وقال لهم: صلوا في رحالكم ولا تنقلوا هذا الخبيث بأقدامكم إلى المسجد. من فوائد هذا الحديث الموقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما منع أو دفع المشقة والضرر عن المسلمين. ففي هذا اليوم المطير في زمن ابن عباس الذي كان فيه طين وكان فيه أذى، طلب ابن عباس من المسلمين أن يصلوا في رحالهم، يعني يصلوا في بيوتهم حتى لا ينقلوا هذا الأذى من الطين وغيره والذي سماه خبيثا إلى المسجد كي لا يتأذى المسلمون منه. ونحن نعيش في ظل وباء كورونا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عنا.